رتل بصورة قاف في القرآن. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ Alhamdulillah, ana bi khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabda darsana al-yawm bi qira'ati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an at-tibyan. Natahajja sawiyan. همزة وصل نبدأ بها همزة ساكنة المؤمن والمتعارف للسكون حركة همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها الذي يا مدخلي الذين هم ساكنة الذين هم طبيعي حركة في الذين هم في حركتان أو أربع أو ست نون ساكنة عند الوقف خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في يا فادة اقرأي. قد ساكنة مقلقلة قد أ فا ساكنة أفلا أفلها أفلها قد أفلها همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها أ لام قمرية مزهرة المو همزة ساكنة المؤمن واو متعارف للسكون حركتان أو أربع أو ست نون ساكنة عند الوقف المؤمنون قد أفلح المؤمنون. ما شاء الله بارك الله فيك يا زبير. اقرأ. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها لام شدة فتحة الذي يعمل طبيعي حركتان الذين هم من ساكنة الذين بركة في الذين هم في صلاتهم بهم ساكنة صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون وهم تعرف بالسكون حركة أو أربع أو ست نون ساكنة عند الوقف خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما شاء الله بارك الله فيكم. نختتم بحمد الله ودعاء كفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رتل بصورة القاف الغرام.